البدع كلها شر وضلال، وما قاله النووي وغيره من أن البدع تنقسم حسب الأحكام الشرعية إلى بدعة واجبة وبدعة مستحبة وبدعة محرمة وبدعة مكروهة وبدعة مباحة، فإنه لا دليل عليها لعموم قوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة. ولذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. وفي رواية عند مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.